أكثر رغدة ينضم إلينا مباشرة الدكتور إبراهيم أحمد رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقا. أهلا بحضرتك دكتور. يعني تحركات عديدة قام بها الطرفان سواء الدول العربية المقاطعة لقطر أو قطر، جميع تقريبا التحركات التي قامت بها قطر باءت بالفشل. أما عن تحركات الدول العربية فمصر تحركت مرارا وتكرارا في مجلس الأمن، ليبيا تحدثت كثيرا في مجلس الأمن عن الدور المشبوه لقطر في ليبيا. إذن كيف تقيم تلك التحركات وما هي الجهة التي يتعين على الدول الأربعة اللجوء إليها لتقديم شكوى رسمية ضد ما تفعله قطر؟ في الحقيقة طبعا أنه الشكوى قد قدمت فعلا، أنه قطر بتدعي ادعاءات غير صحيحة بأن مصر تسيء استخدام سلطتها في مجلس الأمن بصفتها رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، وهذا الإدعاء غير حقيقي، وبالتالي فالرد فعلا هو ما قامت به الدبلوماسية المصرية بتفنيد هذه الشكوى وإثبات عدم صحتها، حيث أن مصر تاريخها معروف فيما يتعلق بالمنظمة الدولية منظمة الأمم المتحدة. مصر كانت من الدول المؤسسة لهذه المنظمة سنة 1945، فضلا عن أنها أيضا كانت من الدول الموقعة على أو الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948. فموقف مصر واضح سواء تاريخيا أو حاليا بمجهوداتها الملموسة في مجلس الأمن منذ تبوؤها بقدوية هذا المجلس في العام الماضي، ولا شك أنه الجميع يلمس هذا. فالرد على هذه المزاعم الصادرة من الحكومة القطرية يكون أيضا بالالتجاء إلى مجلس الأمن لطلب إجراء تحقيق لبيان مدى تورط الحكومة القطرية في هذه الأعمال التي تتهمها به مختلف الدول، أو التحقق من قيامها بأعمال تؤدي إلى مساعدة أو إيواء المنظمات أو الجماعات الإرهابية أو الإرهابيين في أكثر من دولة عربية، ليس فقط في الدول الأربعة المقاطعة للحكومة القطرية. طيب دكتور إبراهيم، يعني فيما يتعلق بجرائم نشر الأكاذيب عبر قناة الجزيرة وما تقوم به قناة الجزيرة من محاولة لبث سمومها لتفريق الدول العربية وأيضا بث سمومها عامة في العالم، هل هناك في القانون الدولي ما يجرم ذلك؟ لا شك طبعا أنه هذه الأعمال الصادرة من قناة الجزيرة بتشويه الحقائق وبمحاولة طمس المعلومات الحقيقية وتقديم صورة مزيفة للمشاهد والمستمع لهذه القناة، لا شك أنه يعتبر من الأعمال المضللة والمعاونة للأعمال الإرهابية، ويقتضي بالضرورة التوقف جيدا في مواجهة مثل هذه الأعمال والقيام بإجراء تحقيق كامل لكل ما قامت به هذه القناة التي ثبت تورطها في الكثير من الأعمال الإرهابية بتصوير الأحداث في لحظة حدوثها، وهو ما يؤكد علمها بهذه صحيح. الأفعال الإجرامية أو التفجيرات التي وقعت والتي صورت في نفس اللحظة التي وقعت فيها، وهذه لا شك إدانة واضحة وثابتة بالصوت وبالصورة، وبالتالي فهناك الكثير من الأدلة التي يمكن تقديمها في هذا الشأن لإثبات تورط هذه القناة في أعمال مخالفة لأحكام القانون الدولي ومجرمة وفقا لكافة الاتفاقيات الدولية سواء اتفاقيات جنيف الأربعة أو غيرها من الاتفاقيات الدولية، والتي تحظر القيام بمثل هذه الأعمال المخالفة لأحكام القانون الدولي. طيب تقريبا دكتور إبراهيم، يعني لا يوجد ملف مشبوه في العالم إلا وتعتبر قطر متورطة في، شاهدنا صفقة لاعب برشلونة الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان وهو نيمار دي سيلفا، أيضا القضاء الفرنسي يحقق في دعم ساركوزي المشبوه لمونديال قطر ويؤكد الدور المشبوه والرشة التي دفعت لتفوز قطر بتنظيم العالم تنظيم كأس العالم 2022، ألا تعد كل ذلك أدلة على الدور المشبوه الذي تلعبه قطر وأنها ربما لديها رغبة جامعة
سامحة وعارمة في فعل أي شيء مخالف. لا شك طبعا أنه ما تلقاه من دعم مستتر سواء من الحكومة الأمريكية أو من غيرها من بعض الحكومات الأوروبية هي التي تجعلها تقوم بمثل هذه الأعمال، فلا شك أن هذه المناورات مكشوفة وواضحة للجميع لكل مطلع على الأحداث، ولا شك أنه الحكومة الأمريكية يجب أن يكون لها موقف واضح في هذا الشأن، إما أنها بترفض الوقوف مع الإرهاب ودعم الإرهاب أو أنها بتوافق على هذا، حتى تكون مسؤولة كل دولة مسؤولة عن كافة تصرفاتها سواء أمام مختلف الدول أو في المنظمات الدولية في مجلس الأمن وفي غيرها من المنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب. نعم، الدكتور إبراهيم أحمد رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك.